أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة
وابتغِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وابتغِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إِنَّ
صدق الله.